شرط عليه يجيب لي شقة زي شقة أهلي، يعني مرضيش يخليني أسكن عندهم في بيت طين. كان أبويا شايفه ابن فلاحين، وأبويا كان موظف في الهيئة، وأنا برضو بنت مدارس، عشان كده احنا ما ادعكناش في الأرض قوي، كنا يا دوب بنروح فسح وزيارات. يا ماما ربنا يخليكي لينا يا رب، تعيشي وتحكي لنا الكلام الحلو ده. عارفه يا ماما كلامك ده فكرني لما كنت بسافر مع حضرتك ومع بابا الله يرحمه البلد، كنت بحب امشي في الارض، وكانت الارض واسعه وخضره، وكنت بحب اركب دايما الحمار. فاكر يا جمال؟ فاكر ايه؟ هو انا كنت الحمار؟ لا اصل انا هقول لكم حاجه بقى بالمناسبه، انا مره وانا راكبه الحمار اخدت كمال اخويا وحطيته قدامي، وبعدين انا ماشيه وخايفه راح كمال اخويا وقع زرع بصل، وكان وقتها اهتم من قدام كان بيغير السنان، قلت لك مش هركب الحمار تاني، مش هركب الحمار تاني، مش هركب، مش هركب. مش مصدقك على فكره. فاكر انا الكلام ده؟ مش مصدقك بقى. كمال اخويا الكبير ابو نضاره بيقول لي تركب الحمار تاني. المدرس 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 مدرس. وعلى قد ما كنا بعيد عن الارض دي حتى واحنا هناك، وبعدنا اكتر لما جينا مصر، لكن هي في الحقيقه ادت لنا خير كتير قوي، وهو لغايه دلوقتي. انا عايزاكم تدعوا ربنا، ادعوا له كده يا حبايبي، لو كان خير يقربوا منكم ويتمموا، ولو كان شر يبعدوا عنكم يا رب. شر؟ شر ايه يا ماما؟ شر ايه يا ماما؟ ده بيقول لك 300 مليون جنيه. يا نهار اسود، دي حاجه كده ما تجيش في اقعصها حلم الواحد ممكن يحلمه. ايوه يا جماعه، بس انا رايي يعني انه انا شايف ان احنا ما ناخدش الموضوع قوي بجد. يعني انا عن نفسي صدقا يعني انا مش هفكر ان الموضوع ده حقيقي خالص غير لما يحصل قدامي ويبقى حقيقه صدقا. مش كده برضو يا عم كمال؟ ده اللي بقوله والله. ده ايه النكد اللي انتوا فيه ده يا جماعه؟ هو انتوا خايفين تفرحوا يا مجانين انتوا؟ وبعدين الموضوع ده يعني لو حصل يبقى خير وبركه، ما حصلش ادينا يا جماعه عشنا الحلم وشهيصنا حبتين. على فكره بقى كل اللي بتقوليه ده اصلا غلط. الحلم بتاعك ده لو طلع لفوق ونزل على فشوش هيوجع، اساليني انا بس. يا دي فقري انا كده انت بس. بس يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه، الموضوع ده بجد. ايه بقى اللي مخليكي واثقه قوي كده يا دكتوره؟ بس يا عم كمال بس. ايوه يا دكتوره، احنا نسمع من الدكتوره بقى، ست عاقله وتقيله وهتقول تقايل دلوقتي. بجد ازاي بقى يا دكتوره يا قمر انت؟ خالد من اسبوع سلفني 300,000 جنيه، اداهم لي دفعه واحده كاش عشان اسدد الفلوس اللي عليا واخلص القضيه. يا سلام يا ست حنان، يعني لما انا قلت لك روحي لخالد وهيفك لك زنقتك هبيتي فيا وكلتيني، ودلوقتي رحتي لوحدك كده اهو. وقته ده يا منيره؟ ايوه، لما منيره تبقى على حق يبقى مش وقته. على فكره بقى انا دايما على حق، وانتوا دايما لازم تستفيدوا مني، لكن للاسف ما بتسمعوش الكلام، مع انكم لو سمعتوا كلامي هيبعد عنكم كل شر. يا ستي حقك على ام راسي، امسحيها فيا انا اسف. بس يا عمر بس والنبي. والنبي يا جماعه خلينا نركز في المهم لحظة بقى. لحظه بس، لحظه، المهم هو اللي انا هسال فيه. انا مش فاهم دلوقتي ايه علاقه ان خالد اداكي 300,000 بالموضوع بتاع الارض اللي بنتكلم فيه؟ ايه 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 جاب ده جنب ده؟ ايه ايه ايه؟ يا كمال، خالد اداني 300,000 جنيه من غير ما يكتب عليا وصل امانه، وانا بقى متهيالي ان خالد ما يعملش حركه زي دي الا اذا كان متاكد ان انا جاي لي فلوس وان انا كمان هردهم له. بس برضو ده مش معناه ان الارض لما هتتباع هتجيب 300 مليون جنيه. يا سيدي جابت 200، جابت 100، جابت 50 مليون. هو انت عمرك اصلا مسكت مليون جنيه كده على بعض في ايدك اصلا؟ كنت بخيبه ما حصلش. يا سيدي لو جه مليون جنيه واحد وتوزع علينا كلنا يبقى كده رضا. طب يا حبيبي انت وهو بقى الاهم من كل دوت، بعيدا عن موضوع الارض، احنا عم صالح اللي مأجر الارض وبيزرعها، لو بعنا هنعمل معاه ايه؟ يا عم احنا مالنا مال عم صالح؟ بص هبسطها لك. احنا دلوقتي مثلا واخدين شقه في عماره، الشقه دي ايجار والعماره دي جالها قرار ازاله.
ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ عم صالح هيمشي طبعا. يا حبيبي نبقى الراضي بقرشين وخلاص. ايوه بس على فكره ما ينفعش نقول له دلوقتي خالص، وانا من رايي ما نجيبش سيره بالموضوع ده لاي كائن على وجه الارض، وبالذات مراتاتنا وجوازاتكم، ماشي؟ على الاقل علشان ما يتعشموش وبعد كده ينزلوا على جدور رقابيهم، او على الاقل عشان ما يطمعوش. فانا رايي بقى ان احنا نفكر دلوقتي بهدوء عشان نعرف قدام هنعرف نعمل ايه. ايوه كده، الله ينور عليك. كل حاجه لازم تتاخد بهدوء، ودلوقتي بقى تقدروا تروحوا وتناموا والصباح رباح. كمال نعم. التوكيل اللي انا كنت عامله لك من مده ده لسه معاك مش كده؟ عشان بس ما اروحش ولا اجي. لا يا حبيبتي ما تقلقيش، معايا طبعا معايا. طب كويس. الله، مالك يا منير؟ في ايه؟ مقهوره يا ماما، مقهوره. مقهوره ليه يا بنتي؟ ما هو الارض دي لما تتباع وعم صالح يمشي هيبطل يبعت لنا المانجا الفص، وانا كنت في السوق الاسبوع اللي فات ده انا لقيت الكيلو بقى ب50 جنيه. يعني ايه بقى ب50؟ يعني في الزمالك وفي المهندسين ب75. بجد؟ اول بجد والله بجد. دي حاجات ساعه. خشي نامي يا منير، فورا تخشي تنامي دلوقتي. بصي يا حبيبتي ما تزعليش على الفص خالص ولا اي نوع مانجا، ان شاء الله لما تمشي الحكايه هنجيب لك جنينه مانجا تقعدي تحت الشجره تستنقي المانجا وتقعدي تاكلي وتعطلي على روحك كده وتبقي مبسوطه. ارتحتي يا ستي؟ بنقول لك 300 مليون جنيه، تقولي لي 75 و50؟ قلتم يقول الواد اتجنن. 300 مليون جنيه ايه؟ اما ال 10 كيلو ب 500 هنا و 700 و 500. لا خلاص، لا خلاص انا اتشليت خلاص. معلش يلا. دي حاجه تضحك؟ لا يا حبيبتي دي حاجه تخلينا نعلق قسطره. ده الدنيا كل يوم في غلا. نعم روح امك. قلت لهم ايه؟ قهوه يا حاج خالد. قهوه ايه وبتاع ايه؟ انت عبيط ياض انت ولا ايه؟ روح امك دي ما تحترم نفسك. حريتك يا روح امك. طب ايه روح مامي؟ ده انا عايز اقتلك اصلا. انت عبيط يا ابني؟ كل يوم بنلاقي فرصه زي دي. فرصه حرام، وانا بقى حد الله بيني وبين الحرام، وعمري في يوم من الايام هعمل زي التاجر الواطي اللي بتجيله معلومه ان الزيت هيغلى في السوق فيلم البضاعه ويخزنها وبعدين ينزل بيها. يا حبيبي وانت بتعملش كده يا خالد؟ مخلوف. ده بعمل، بس لما اقلب الناس في جنيه ولا اتنين ماشي، مش اقلبهم في ملايين. هل ظهر دين جديد؟ انت هتقلب دين ولا ايه يا عم انت؟ والله انا عملت اللي رايح ضميري. وكده كده انا فطمت نسايبي وعملوا لك التوكيل. عايز تنجز قول لي اخليهم يجوا لك امتى؟ وما تقلقش العموله بتاعتك محفوظه 10%. نعم يا روح خالتك. عمولتي اللي هاخدها 10%. انت كده بتشاركهم. براحتي، لو مش عاجبهم يشوفوا مشتري الغير اللي انا جايبه ويقسموه ويعملوا اللي هم عايزينه، بس انا لو عرفت هوقف المراكب السايره، وانت عارف ان انا اقدر. اعوذ بالله من غضب الله. 10%، ودي بالحلال يا حاج خالد. شخص حقير. هل بالحلال ايه؟